نتعرف على بعض اكتر، بس خليكي صريحه. نعم، انا اكتر فاكهه بحبها المانجا. نعم، ما تقوليش. وانتي كمان؟ طب بتحبي الصيف ولا الشتا؟ يخنب بيتك، زي بالظبط. طب هو هيكون عندك حساسيه في مناخين؟ ايوه، وساعات تنخني فيها وتمسحي في ظهر السنين. يخنب بيتك، احنا زي بعض في كل حاجه. يا لهوي، انت بتمسح في ظهر السنين يا خميس؟ احمدي ربنا، خميس جنة بيعمل بالبيت في الكوميديين. ومين يا اخويا بقى الاموره المعفنه اللي انت بتكلمها دي؟ دي دكتوره المحميه بتاعتي، وكنت بشطحناها حاجه. يا خميس لم نفسك، انا حامل وبكره تبقى اب، ما تبقاش اب مهدد. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد وفي مناخيرك. ايوه يا حبيبتي، نقدم ناطي مش بطيقها خالص، دي خنفة. بقولك ايه، ضيفيني على الفيسبوك، اكتبي في السنش خميس خمسة وناجح، هتلاقي في سنة مناخين كبيرة مكتوب تحتيها سبحان الله. يلا مع السلامة. الغدا فين يا فنيان؟ عندي معاد دكتور، مناخيني هتروح مني يا ناس. مع الدكتور برضو؟ شكلك مش هتستريح غير لما تقع على الدور مناخيرك. ماشي يا خميس، هعمل نفسي مصدقك المره دي، لكن ورحمه ابويا لو ما تعادلتش لاجيبك من اللحميه. ده مين اللي جاي ساعه الغدا ده؟ ايوه. في حاجه يا استاذ خميس؟ في حاجة؟ بس كان صار معاك صورة يا سيلفي، بس واحدة كمان والنبي، واحدة كمان، واحدة كمان. أنا مش عايز أتصور، أنا عايز أتغدى. تتغدى يا راجل؟ ده أنت نزلت لك مكالمة على النت مسخرة. يا هبة حبيبي القلب، بقول لك إيه يا أستاذ، هي المكالمة دي يعني انتشرت من جامد؟ جامد جدا، ده انت مناخيرك بقت اشرب من ابو الهول يا راجل. دي اخنتها عملتيها ليه كده يا هبه حبيبه قلبي؟ يا فينيان